بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك بمناسبة يوم البيعة، يوم الغدير الأغر. إن شئتم أن نبتدئ، اسمعونا صلاة محمدية تليق بمحمد وآل محمد. بسم الله رب الشهداء، بسم الله رب المنتصرين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وشكراً لله رب النصر المبين، وشكراً لأرواح الشهداء الصاعدين. السادة الحضور جميعاً مع حفظ المقامات، نجدد العهد هذا اليوم ونقف في رحاب المصطفى والوصي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، مبتهجين ومتباركين ببيعة الغدير. وهنا نجدد العهد لقائد الغر المحجلين ومولى المتقين، وليد الكعبة وشهيد المحراب، وحبيب الله والرسول، وأبي الأئمة الأطهار، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، على أن نكون معه ومع أهل بيته في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. فمرحبا بكم وبكل من احتفى معنا وشرفنا بحضوره وكان ثابتا على العهد والولاية في محفل البيعة والتبرك والتقرب الذي تقيمه هيئة خدام الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف بالتعاون مع مؤسسة شاهد الثقافية. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وقادتنا الكرام هذا اليوم المبارك. مبارك لكل المؤمنين، عيد الغدير الأغر، وسلام على القلوب النقية، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وغسل قلوبكم بماء اليقين، وأثلج صدوركم بسكينة المتقين، وعافاكم من كل تعب وأنين، ورزقكم رضاه إلى يوم الدين. وجعل الله أيامكم عامرة بذكره وشكره وحسن عبادته وحب نبيه والثبات على نهج وليه. شكراً مرة أخرى لكل من شرفنا بحضوره المبارك. وخير ما نبتدئ به حفلنا المبارك ربيع القلوب القرآن الكريم بصوت القارئ أحسين الحسيني. استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المولى أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا في هذه الدنيا خدمة أمير المؤمنين وزيارته، وفي الآخرة شفاعته، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. هو إنسان جعل من دمه جسرا ليعبر الآخرون إلى الحرية، وهو الشمس التي تشرق إن حل ظلام الحرمان والاضطهاد، وهو الذي لخص كل قصتنا بقطرة دم سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا إلى أرواح شهداء العراق والأمة الإسلامية. نقف إجلالا لقراءة الفاتحة. يا علي، لقد أنقذني حفيدك الصادق عليه السلام عندما قال: قولوا فينا ما تشاءون ونزهونا عن الربوبية، إذا لا خط أحمر في حبك وولائك إلا خط واحد. السادة الحضور جميعا، مع حفظ المقامات، كلمة مؤسسة شاهد الثقافية الراعية لهذا الحفل يلقيها السيد مؤيد الماجدي، فليتفضل مرحبا به ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة والأخوات الحضور جميعا، مع حفظ الألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أهنئكم وأبارك لكم وأزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الغدير الأغرب. الغدير هو أهم الأعياد الإسلامية، اليوم الذي توج به أمير المؤمنين علي إماما للمتقين. في مثل هذا اليوم تجلت حقيقة الإيمان، وانكشفت صحيفة النفاق، وساخت الأرض بالمتآمرين والمنافقين الذين لم يؤمنوا يوما ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن استسلموا حقنا لدمائهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. وبعد إن سمع الجميع، وبعد إن رفع النبي الأكرم يد الإمام علي، نزلت الإفاضات الإلهية بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يمكن تصور التحول السلبي لموقف الصحابة من بيعة الغدير، رغم أن النبي يحظى باهتمام واحترام المسلمين إلى درجة أن بعضهم كان يبادر إلى النقاط التي تسقط من وضوئه للتبرك بها. ثم بين عشية وضحاها تختلف الأمور، فيكون كلامه صلى الله عليه يوم الغدير بجانب، والأمة تسير بجانب آخر. ويمكن تقسيم الأمة آنذاك إلى عدة مستويات،
أولاً الأعراب وعامة المسلمين الذين أخذتهم قوة الإسلام وانتصاراته التي حققها، فقال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا أقول بعد سقوط الطاغوت في العراق برزت حركات منحرفة أصبحت تهدد أصل الوجود الإسلامي وتحرف عقائد الإسلام الأصيلة. ثانيا، أصحاب المصالح السياسية وطلاب السلطة والقدرة من الانتهازيين الذين ينظرون للسلطة على أنها غنائم شخصية أو فئوية أو حزبية. ثالثا، وجود أحزاب كانوا يخططون للسيطرة على الأوضاع السياسية وينظرون إن إلى النتائج، ما حل من تغيير للنظام يعود الفضل إليهم ليس لغيرهم. رابعا، أن وجود أشخاص كانوا يخططون للسيطرة على الأوضاع السياسية وينظرون إلى أن الخلاف شأن إنساني وليس شأن إلهي، كما أنهم على استعداد دائم لفرض اجتهاداتهم وتصوراتهم في فهم المصالح والمفاسد كمبررات لمخالف النصوص الواضحة. خامسا، عموم الأنصار والمهاجرين من بقية السلف الذين جاهدوا في سبيل الله وقدموا التضحيات الكبيرة من أجل الإسلام، والذين كان همهم بالدرجة الأولى الاحتفاظ بالمكاسب الجديدة في وحدة الأمة وقيام الحكم الإسلامي ونشر الدعوة، وهذا الوسط قد تم تعبئتهم روحيا ومعنويا وفكريا في مواجهة أعداء الإسلام الخارجيين. سادسا، إن الصفوة الصالحة الواعية الذين كانوا يدركون حجم الأخطار وعمقها ويميزون بين الخطوط السياسية ويعرفون الأشخاص ويدركون الحد الفاصل بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب كانوا على الاستعداد للتضحية والبذل، ولكنهم كانوا قلة قليلة تقيدهم وصايا النبي في المحافظة على الأهم في مقابل المهم. أما في العراق وفي المرحلة الراهنة فيمكن تقسيم الوضع الحالي إلى عدة مستويات. أولاً، عامة الشعب العراقي الذين أخذتهم نشوة التغيير في النظام والتحول الكبير في الواقع السياسي من أقصى الشمال الاضطهاد والقمع إلى أقصى يمين الحرية والانفلات العام حتى الانفلات الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية أهل البيت والتمسك بالخط الشريف للإمام العظيم علي بن أبي طالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصي الله يلمان الصبك مخلوق أهو ربك اختارك والصفة وقرر علي المام الصنم بيده وتعبد بيه علي المولى علي الآية علي الأطهر علي بالكعبة مولود وكفاك بهاي جاء منه الجدار الكعبة المنطر. سادة الحضور جميعا، المنصة الآن لشاعر لا يلتفت عندما يمشي بين الأزقة لأنه آمن في قلوب محبيه، كلما اعتلى المنصة يزينها بجمال روحه وما يكتب. استقبلوا معي الشاعر الدكتور محسن الجوراني ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كل خالر دهن نيلة وكل عام وكل من نسل حيدر ترددون وياي؟ يلا خلي نشوف. كل خالر دهن نيلة الكل كل خالر دهن نيلة وكل من نسل حيدر أقل عيدك مبارك صوتكم ناصف أقل عيدك مبارك وانت على الولاية الحيدرية. صلاة على محمد وآل محمد. هسه اريد يتوحد صوتكم بالبيعة نبايع امير المؤمنين انا وانتم بكلمة يا علي. من اكمل الى كل من يحاربنا على محبة علي لو حطب نمرود تجمع لي نار ولو عقوبا عبد معروف الولي ولو صر الدخان في كبد السماء تلقى بالدخان يكتب لو حطب نمرود
والولي، ولو صر الدخان في كبد السماء تلقى بالدخان يكتب. مرة لاخ تلقى بالدخان يكتب. أنا راح أنص صوتي وأنتم ترفعون صوتكم، تلقى بالدخان يكتب. فدوا روح لأصواتكم، فدوا روح لأصواتكم. علي بوجه الله نور وطاها من نور، نهرين الشموس النور فاضة، مهمة طاها كان يبلغ النور، ومهمة حيدر أثباته وحفاظه. علي بحضن الله من الألف للياء، بساعة مولد اليوم انقباضه، علي معجزة طاها القبل الكتاب، تقمط بالحرم ساعة مخاضه، وتهدم ركن كل الهدايات بموته، والعلي بان اغتياضه، ولأن بظهر آدم يدري موجود، لذا إبليس أعلن احتراضه. ولو أن الناس كلها بحب على الذوب، سعر النار يعلن انخفاضه. حبيب الله محمد يعلن الله، ونفس طه على الدين وحيافه، وذا نفس محمد حيدر يصير حبيب الله عن بالاستعاضة. الباري يقول له بلغ يا ابو الزهراء، وخل صقر العرش يبدو انقضاضه، رفع كف الوصي واعلنها للناس، ومن ابط النبي بين بياضه، وهتف من كنت انا اليوم مولاه، علي مولى بقعوده وانتهاضه، وضجت بافلاك املاك الافاق، عيد الله بسماه وسبع راضه، زحل يقرا الشعر والمشتري يصيح، ونجم سهيل هو اسم العراضه. اسألوني اش هوس، ونجم سهيل هوس بالعراضة، حيدر والي قطعوني ظل، صوت واحد صوت واحد، حيدر والي قطعوني ظل، قطعوني ظل، قطعوني ظل. خلينا انتباه المعرفة ووجدان، خلينا انتباه والحكم ميزان، بشفت انا حط حيدر وانت يا هتشان. اخوتها اخوتها، ونشوف الشفة المرجوحة، ونشوف الشفة هسه نصرة للقرآن. هوسي واسألكم الدعاء، مو بس السويد اهتزت البلدان، حسبالك سهل تحرق القرآني رسالة وبيها صوت الزعل والإيمان، أمم متحدة اهتزت بإيماني، مثل بالرسالة الشكل والمضمون، مليارين مسلم على السستاني. إذا عاد التطاول أخوتها أخوتها، إذا عاد التطاول زمرة الغمان، مليارين مسلم تهد للقرآن، مو بس السويد مزلزل الأكوان. أخوتها لو فتوى المرجع ينطينا، لو فتوى المرجع صوتكم ناصي، صوتكم ناصي. رسالة أخرى، عراقك يا علي، عراقك يا علي، عراقك يا علي، من بعض ظلم وجور وقمع وإعدام، زمرة عفن بعثية ما بين العرب والكرد وتركمان، الشيعة الأغلبية 100%، مر 20 عام وشيعتك لليوم ما سووا غديرك عطلة رسمية، وما سووا غديرك عطلة رسمية، إلى رغد بتهدام حلم سحق البعث يا ناس هاليوم تحقق، وانسحق كل من يريده، نعم من السعى والأسس وصح كلا للبعث يسقط يزيده، خذيته بثارنا يا حشد العراق، يهتف كل شهيد وكل شهيدة، وخلي يسمع الخنجر ويا البزاز وطارق واللي يحبه واللي يريده، وخل تسمع الغيدة بنت هدام ملكة داعش الأولى الفريدة، انتفر حزب البعث وانطوى التاريخ، وريد بهالحكي انهي القصيدة، احترق عفلك وكل ما صار وياه، وصبيحة
وصديمها ومجيده ومقاسم الصدر وانصار الحسين والسستان والحوزه الرشيده. شكرا للشاعر الدكتور محسن الجوراني على هذه القصيده. يا علي انت كالورد لا يمكن ان يصدر من داخله الا العطر. سادتي الحضور جميعا مع حفظ المقامات، كلمة للسيد أحمد الياسري، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الذين ساروا بهديه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق كافر. الحب في علي من أعظم العبادات، بل وأشرفها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. نحن في كل سنة وفي كل مكان وفي كل زمان نذكر علي عليه السلام، ولكننا لا نعلم من هو علي. كل الذي وصل إلينا من النبي صلى الله عليه وآله ومن القرآن نفسه هو قليل بحق علي. أنا أقف على عبارة من أعظم العبارات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه السلام، وهي التي تميز الإيمان من الكفر: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر، وفي بعض النصوص منافق. ما هو الحب في علي؟ وكيف نترجم حب علي عليه السلام؟ هل هناك تعريف لحب علي عليه السلام حتى يعرف الناس جميعا؟ حب علي عليه السلام بمعنى الثبات، بمعنى أن تعمل بأعماله وتتصف بصفاته وتتخلق بأخلاقه. هذا ما أشار إليه علي عليه السلام بقوله: ما شيعتنا إلا من تخلق بأخلاقنا وعمل بعملنا واتصف بصفاتنا. واعلموا أيها الإخوة والأخوات المحتفلون بهذا العيد الأكبر، إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو يتفقد شيعته، وهو الذي يأتي إلينا زائرا قبل أن نأتيه زوارا. وسأروي لكم رواية وقعت في عهد علي عليه السلام مع رجل لم يكن مرجعا فقيها تاجرا وجيها من وجهاء أهل الكوفة، وإنما كان رجلا فقيرا لربما ليس له موضع من الإعراض كما يعبر في اصطلاحنا. هذا الرجل اسمه مخيريق،
عفوا هذا الرجل اسمه نخيل. نخيل هذا كان رجلا فقيرا متواضعا عاملا زاهدا يحب علي بن أبي طالب. من شدة حبه لعلي عليه السلام لا يقوم من مقام ولا يجلس في مكان إلا ولسانه يلهج باسم علي، كما نلهج أو كما تلهج ألسنتنا بذكر علي عليه السلام. فإن ذكر علي عليه السلام عبادة، مجرد أن نذكر علي بن أبي طالب نحن نعبد الله تعالى، بل نحن إلى الله تعالى أقرب. هذا نخيل ابتلاه الله تعالى بمرض أقعده في بيته، وكان عاجزا عن الحركة بحيث لا يقدر أن يقوم من مقامه ليذهب إلى مسجد الكوفة، فقد كان مواظبا على صلاة الجماعة خلف أمير المؤمنين عليه السلام. في يوم من الأيام اشتد شوقه إلى علي عليه السلام، وكان يذكر علي عليه السلام ويبكي. زوجته تقول له: يا نخيل يا نخيل، لو كنت معروفا لسأل عنك علي بن أبي طالب، أنت تذكر عليا وتشتاق إلى علي، ولكن علي بن أبي طالب أصلا لا يعرفك، فعلى ماذا تذكر عليا؟ قال: إن قلبي يدفعني إلى رؤية علي والصلاة خلف علي. وفعلا قام من فراش المرض وتوكأ على عصا ومضى إلى مسجد الكوفة، وكان مكتظا بالمصلين فصلى في آخر الصفوف، صلى في آخر الصفوف. فلما أنهى أمير المؤمنين عليه السلام صلاته وإذا به هذا نخيل، وإذا به يسمع صوتا ينادي: إلي إلي يا نخيل. من أين هذا الصوت؟ ومن يعرف اسمي؟ ظهرت هذه التساؤلات على قلب نخيل، اخترق صفوف المسلمين حتى بلغ مصدر الصوت، وإذا بالصوت من محراب الصلاة، وهو صوت علي عليه، وهو صوت علي عليه السلام. قال تعالى: واجلس إلي يا نخيل. جلس بجانب أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، أو تعرف اسمي؟ قال: بلى يا نخيل، واعلم أن ما من أمر يقع في شرق الأرض أو غربها إلا وأنا أعلم به، وأنا سأعطيك إمارة. يا نخيل، ألم يحدثك قلبك شوقا لرؤيتي؟ ألم يدفعك قلبك أن تراني وتصلي خلفي؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، والله إن قلبي أمرني أن أذهب إليك. فقال عليه السلام: أتعلم يا نخيل إني أرسلت أنفاسي إلى قلبك فحدثك قلبك بسبب هذه الأنفاس التي أرسلتها؟ أيها الإخوة، إن علي بن أبي طالب عليه السلام يريد العاملين المتقين، يريد منا أن نثبت على حبه ونهجه وهديه. فالحب في علي عليه السلام عبادة وسلوك، كما تؤدي فريضة الصلاة وتحافظ على إقامتها، عليك أن تحافظ على هذه النعمة، وهي نعمة الولاية ونعمة المحبة والانقياد نحو علي عليه السلام. إن علي بن أبي طالب عليه السلام الثابت في ميادين القتال
الذي رأى أعداؤه البأس والشجاعة والثبات. علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قال فيه رسول الله: لأعطين الراية غدا لرجل كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا علي عليه السلام. علي عليه السلام الذي تآمر الأحزاب عليه في ذلك الزمان، تكررت تلك المؤامرة في عام 2014 وعادت معركة الأحزاب، ولكن بلباس جديد وحلية جديدة وتاج جديد وشعار جديد، إنه شعار الدولة التي لا تؤمن بالإسلام، التي تلقب بداعش. علي عليه السلام تصدى لمؤامرة الأحزاب في ذلك الزمان، وفي زماننا تصدى المرجع الأعلى للطائفة، المرجع الأعلى للشيعة والمسلمين في العالم، إنه سماحة الإمام السيد السيستاني دام الله تعالى الذي قال كلاما أوقف مد داعش، بل تراجعت داعش وتصدى لها الأبطال من أبناء العراق، وتصدى لها شبابنا، وأنا كنت في ذلك المكان أنقل لكم ما رأيته بعيني. عندما حصلت معركة الصقلاوية أنا كنت موجودا بين الشباب، ولكنني لست مقاتلا بل داعما لوجستيا، والذي جمعنا في هذا المكان على حب علي عليه السلام شباب، رأيت شبابا بعمر الزهور يتسابقون إلى الموت كما تسابق أصحاب الحسين عليه السلام إلى المنية، ولا يبالون لا بسهام في ذلك الزمان، وفي زماننا لا يبالون لا برصاص ولا بأسلحة كبيرة، لأنهم أدركوا أن من قتل منهم فهو شهيد مع الحسين عليه السلام. وكنت في يوم من الأيام في خدمة سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام الله تعالى ظله، ودخل عليه شاب من أبناء الحشد الشعبي البطل، وقال لسماحة السيد: سيدنا أسألك أن تدعو لي أن أنال الشهادة. فقال له سماحته: إني أدعو لكم بالنصر. وسبب ذلك لأن أرواح هؤلاء الشباب عزيزة وغالية عند سماحة المرجع. أيها الأحبة، فلنحافظ على ولاية علي بإظهار معالم الولاء، المحبة التي يجب أن تسود قلوبنا، والتواصل الذي يجب أن يكون منهاجا في حياتنا، وقضاء حوائج الناس وإعانة الفقراء والمساكين، حتى نكون قريبين إلى محمد وآله صلوات الله عليهم. اللهم صل. أقول قولي هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفق الإخوة العاملين في هذا الكرنفال العظيم، وأدعو لهم مزيدا من التألق والسداد والتوفيق، إنه سميع الدعاء. اللهم أمتنا على حب محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا، وارزقنا رؤية صاحب العصر والزمان، واجعلنا على عهده وهديه ننال الشهادة، إنك يا رب سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للسيد أحمد الياسري على هذه الكلمة الطيبة. يا علي، تغيب وجوه وتأتي وجوه ويبقى بعيني طيفك وحدك. رسالة قلبي إليك، أنا ما أزال على الحب والولاء، على العهد، لعلك تحبني يا علي. السادة الحضور جميعا، مع حفظ المقامات، شاعر يسير فيقطر غيرة وإباء وقوافي، مع امتداد الهور يمشي كأنه القصب والأصالة، في خاطرته قضية حسينية حيدرية راح يدونها على جرف ذاكرة الجهاد الحسيني. إنه السيد سعيد الصافي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلين الله تعالى بعظمة علي وبعظمة يوم الغدير المبارك أن يمن علينا وعليكم بقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وأن يمن على عراقنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار ببركة المولى أمير المؤمنين وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. أنا صوتي مو مثل صوت محسن الجوران، الله يطلع، ديروا بالكم علي شوي، أريد تفاعلكم. علي ما بايعوك، ارتدوا من الدين. علي ما بايعوك، ارتدوا من الدين، ولا بيهم الربك يقبل أعماله. تنصيبك أمر تبليغ وحي الله، والنص النزل واضح استدلاله، إلك تاج الولاية يلوق يا أبو حسين، وغيرك يا خليفة تاج إحلالة. إلك تاج الولاية يلوق يا أبو حسين، وغيرك يا خليفة التاج إحلالة. بغيرك ما يصير نقارنك مولاي، بغيرك ما يصير نقارنك مولاي، لأن الله بصفاتك أكثر أقواله. مثلك يا أمير البيد بيت المال ويرجع ثيابه ويخصف نعاله، مثلك يا أمير البيد بيت المال ويرجع ثيابه ويخصف نعاله، حتى الخاصموك بحرف ما ذموك، لأن كل المدح شافوك خياله. حتى الخاصموك بحرف ما ذموك، لأن كل المدح شافوك خياله. يا سر الدهر والنبأ والأعراف، فضلك يا فضول بالدنيا يدناله. يا علة كمال الدين والنعمة علي، يا من تلوذ الخايفة بجاله، شاليدك محمد والعيون تشوف، وانكشفت نوايا قلوب دجاله. من قالهم علي من بعد مولاكم، والبايع علي الكرار هنياله. علي يعني محمد نفسه يا هالناس، وش ما طلب من الباري يجراله. علي يعني محمد نفسه يا هالناس، وش ما طلب من الباري يجراله. بس سهل الحسد والحقد والتضليل، قضت كل عمرها أشرار محتالة، أو نفسه للسقيفة الخانة وباقوك يا حيدر، عراقك باقى وامواله. نفسه للسقيفة الخانة وباقوك يا حيدر، عراقك باقى وامواله. احنا الأغلبية، وليش حقنا يضيع؟ وليش أولادنا تشتغل حمالة؟
احنا الاغلبيه، وليش حقنا يضيع؟ وليش اولادنا تشتغل حماله؟ او احنا من القناه الجافه ايش نقبض شعب ذبحوا مصيره وضاعت اماله للاردن نمد من النفط انبوب والاردن علينا يصدر زباله. للاردن نمد من النفط انبوب والاردن علينا يصدر زباله. عراقك يا علي بشده ويصيح الغول والغيرك علي ما نشتكي الحاله والغيرك علي ما نشتكي الحاله. كما تعلمون ان يوم الغدير هو عيد الله الاكبر، هو عيد محمد وآل بيت محمد، صلوا على محمد وآل محمد. والمتعارف عندنا يسمونه عيد الساده. انا ابين لكم اهل البيت ايش يقولون. انا صحيح من ذريتهم بس انا خادمهم وشاعرهم ولسان حالهم. راح اسولف لكم ايش يقولون. يقولون الله اختارنا اشرف الناس نكون، كرامه الشرف جدنا او شرف جدتنا ما حد غير جدنا، ارتقى العرش الله ولا رايت عشيره مثل رايتنا، ما حد غير جدنا ارتقى العرش الله ولا رايت عشيره مثل رايتنا من الله العلي وسلمها للعباس والعباس طرز بيها عزتنا صبغها بدم جفوفه بملحمه عاشور وعلى اكتاف النهر صارت علامتنا. يكذب من يقول لك طاحت على القاع، ما زالت تلف للسبع عزيمتنا عن رايتنا العظيمه خضرت رايات على كبر الارض بشفوف شيعتنا. رايتنا العظيمه خضرت رايات على كبر الارض بشفوف شيعتنا. حشد مليوني بالطب صاروا السبعين ولا بيهم الخاف وخذل نصرتنا. خلي ما دروا نخبرهم ويدرون ولاية الله مرهونة بولايتنا. خلي ما دروا نخبرهم ويدرون ولاية الله مرهونة بولايتنا. اشترينا الجنة من الله برضيع حسين وبدمعة رقية وهضم عيلتنا. اشترينا الجنة من الله برضيع حسين وبدمعة رقية وهضم عيلتنا. بغض وحسد ويانا العداء صار لأن نص نزل من الله بخلافتنا. من ليلة قالوا يهجر المختار من دفعة الباب ابتدت قصتنا. من يوم السقيفة انقطع نهر حسين ومن أول ضلع كانت مصيبتنا. أو رغم كل ما حصل من سبي ومن آلام لكن ما بدينا بيوم ذلتنا. هذا من يقول؟ من يقول؟ زينب وبخت عباس وقالت للعبة مسوا كرامتنا. والله والله السماء تطيح فوق القاع إذا واحد يطيح حجاب عمتنا. من يقول زينب وبخت عباس وقالت للعدى مسوا كرامتنا؟ والله السماء تطيح فوق القاع إذا واحد يطيح حجاب عمتنا. وقفت مثل وقفت على قبال يزيد رفعت روسنا وجددت ثورتنا. رفعت روسنا وجددت ثورتنا. نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشاعر الحسيني السيد سعيد الصافي. هو الكتاب ونور الحق حكمته
حب الولي رضاعا ليس ينفطم. السادة الحضور جميعا، مع حفظ المقامات، شاعر من طراز مختلف، هادئ وفي داخله فورة، حسيني مع سبق الأسرار، يحمل جرحه وقضيته ويسافر بها إلى حيث ملكوت الشعر ومدن المظلومين من أجل نصرة القضية والسواعد الحيدرية. إنه الشاعر صادق عباس اللامي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تهنئة لمقام صاحب العصر والزمان بعيد الغدير الأغر. لكن قبل البدء، إن شئتم وبأعلى أعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل محمد. بدي صورة علي وطبيت للبيت، بدي صورة علي وطبيت للبيت، وحياطين الغرف صاحن علي. بدي صورة علي وطبيت للبيت، وحياطين الغرف صاحن علي. واحد قال صار هواية تاني، وواحد قال أحسها تصير لي، وواحد كاتل الشوق على أبو حسين وقنع تفكيري من سولف قضية، جدار الكعبة ما طاب من الأفراق، ياهو يطيب جروحي العلية. بدي صورة علي وطبيت للبيت، وحياطين الغرف صاحن علي. واحد قال صار هواية تاني، وواحد قال أحسها تصير لي، وواحد كاتل الشوق على أبو حسين وقنع تفكيري من سولف قضية، جدار الكعبة ما طاب من الأفراق، ياهو يطيب جروحي العلية. علي من يدير وجه الدنيا تندار، شرط وجه بوجه علقها بيه، أحضنه وحتى ما محتاج بسمار، خاف يذكره بضلوع الزكية. علي من يدير وجهه الدنيا تندار، شرط وجه بوجه علقها بيه، أحضنه وحتى ما محتاج بسمار، خاف يذكره بضلوع الزكية. السقف مدروحة حايط، قلت له شو تريد؟ قال شلون تقبل للأذية؟ عمر ساترنا اسمه يصير جواي، ولك خيمة علي وخليه علي. وحديقتنا حجت قالت اجى الخير، دحطها قبال عين بمزهرية، حطها قبال عين وشوف الأشجار، تشم ريحة الجنة المغربية، السعف مرجوع ذا ما يشبق الغيم، التمر ما ريد ذا جو الثرية. ووصلت الحل بعد ذيك النزاعات، أفر البيت شايلها بديه، والله الله اختارك وما راد غيرك. ومحمد قال إيه، والنعم مختار، واندارت القبلة وصرت قبلة، وأول مرة بيها القبلة تندار، اتوجهت لك وصلت لك ركعتين، وصرت قبلة الكعبة وباب الأحرار، ورادوا موتك وتنسي وينسوك، وعشت عثرة بدربهم مثل الأقدار، اللي يلوح الشمس بيدك صير شلون، ولو من الصباح المغرب يغار. علي بوقت الحرب ما تفوت وحدك، خيالك خوز الموجان كرار، علي بالريح كنت مخلن يشان، مو بس على أعدائك تترك آثار، مو بس على أعدائك تترك آثار. علي ما تريد جنة وما تهمك، فهمنا ترى احنا عقولنا صغار، علي نحبك واللي يحب لازم يتيه، وحالات اللي يحب المحبوب يحتار. وصلوا على محمد وآل محمد. من أصحاب المواقف الثابتة في الفضاء الحيدري، أصوات من الحسين والإباء يعزفان ويصوغان الترانيم كأنها أساورة تتقلد بها قلوب العاشقين. إنهما المنشدان سجاد الدايني والمنشد علي الأسدي، استقبلاهما ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار الإمام علي عليه السلام وأنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره. صلوا على محمد وآل محمد. لعذب الله أمي لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا فصرت من ذي وذا أبا حسن وكان لي وكان لي والد يهوى أبا حسين فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسين الفرح بن غامك علينا سير يا ليل الفرح بن غامك علينا وخلينا ننسى الحزن خلينا ننسى الحزن أرجوك خلينا شي يصير لو للفرح الفرح الفرح شي يصير لين الفرح فديوم غنينا لا تظن غنوة الطرب والنفس تغوينا هالليلة نشعل شمع ونعلق الزين هالليلة نشعل شمع ونعلق الزين أو نبعثها بالشدة يحمينا بحب صميد النبي هو اللي موصينا قال لي يحب حيدرة متمسك بدينا او يعبر صراط الحشر وكتابه بيمينه واحنا الفخر شيعته او شو تسمي سمينا يوم القيامة علي يوم القيامة علي علوه اللي ينجينا صلاة يقول على باب الصحن ريت انفرش مدي وعلي تسحق الزور
الثواب مدي على باب الصحن ريت انفرش مدي